السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لكم تاني يا جماعة في فيديو جديد وجديد شديد. وهتتحفنا بايه النهاردة يا ابو عمر؟ وهتقدم لنا النهاردة ايه يا ابو عمر؟ معانا ومعاكم النهاردة يا جماعة من عند الحمام وفيديو جميل جدا، ازاي تتفادى البيض اللي بيطلع متكسر عندك، وازاي تتفادى البيض الغير مخصب. هنوريكم وهنعرفكم كل حاجة بعملي على ارض الواقع، مش هنخبي عليكم اي حاجة. ولكن حضرتك خلينا بس نقول كلمة، لو انت اول مرة بتزور قناتنا انزل واشترك في القناة، دوس على كلمة اشتراك بالاحمر وفعل زر الجرس للكل علشان يوصلك اي فيديوهات تنزل ويجيلك اشعار من كل فيديوهاتنا اللي بتنزل ان شاء الله. وما زلنا يا جماعة مستمرين معاكم في حملة الوصول لخمسين الف مشترك ان شاء الله. عايزين نفرح كلنا. القناة قناتكم، قناة مملكة الحمام المتنوعة، القناة طبعا بفضل الله عز وجل ومستواها المتقدم وفي ازدهار ان شاء الله، مش بتكبر غير بيكم وليكم. القناة قناتكم وانا منكم وانتم عيلتي. وان شاء الله يا جماعة ما زلنا مستمرين وبكل قوة وبكل شدة ان شاء الله عز وجل علشان نستكمل، ومش نوصل للخمسين الف بس لا، وكمان نوصل للمية الف وناخد الدرع ونفرح مع بعضنا ان شاء الله عز وجل. ولكن خلينا ننوه، قناة القرآن الكريم يا جماعة، القناة هذه القناة صدقة جارية لوجه الله عز وجل، لا نأخذ منها اي ربح تماما، هي القناة مفعلة والحمد لله بتحقق ربح. ولكن حضرتك انزل واشترك في القناة علشان يوصلك منها كل جديد. ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني يرحمكم الله. انت لما تبلغ بحديث او تبلغ او بآية او توصل اي حاجة، فانت بتوصل عن الله، مش عن ابو عمر ولا عن محمد، لا انت بتوصل عن الله، بتوصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان ما اطولش عليكم يا جماعة، ان شاء الله هسيب لكم لينك قناة القرآن الكريم في التعليق المثبت او التعليق المثبت. انزل واشترك في القناة وصحح النية انك بتعمل كده وبتشترك في كده علشان خاطر الله عز وجل، مش عشان خاطر ابو عمر. طولنا عليكم وابو عمر بيرغي كتير، ولكن خلينا نبدأ الفيديو على بركة الله. اول امر حضرتك بتعمله، طبعا داخل على موسم الانتاج وعايز تنتج، بتقوم سواء الحمام ده لسه جايبه جديد او هو عندك عشان ما يطرش هنا ولا هنا في السلاكة او هنا ولا هنا، وعايز تحجزه في مكان معين، فبتقوم عامل ايه؟ تقوم ناتي في الريش الاولاني من الجناح ده، وناتي في الريش الاولاني من الجناح ده. طبعا انا مش بعمل كده، اول هام انا بجرب الحمام، بجرب الحمام سواء هو كان عندي او هو لسه جاي لي، بجربه وبختبره وبخليه يشتغل عندي. لو الحمام انتج عندي بدون ما اقص الريش وبدون ما اخرط الجناح وبدون ما اخرطه، يبقى خلاص اقصه ليه او اجي جنبه ليه؟ اسيبه زي ما هو، تمام؟ اسيبه بريشه الجميل واسيبه زي ما هو. طيب لو انا الحمام عندي ما انتجش وفي صعوبه شويه، بدل ما انا انتف اول 3 4 ريشات او اول 7 ريشات، لا مش هنتف، انا انسى كلمه نتف في الريش، تمام؟ هجيب المقص الجميل بتاعي كده، بسم الله، وهمسك الجناح اهو يا جماعه، ده الجناح اهو، شايفين الحته الاولانيه من الجناح دي كده، هقوم قاصصها بالمقص كده، تمام؟ اهو همسك كده واقوم قاصص بالمقص، تمام؟ الحته الاولانيه دي بهي، تمام؟ وابدا ان انا اخرط الجناح، حاجه اسمها خرط الجناح، اخرط الجناح كده، هاخد الشويه الاولانيين دول كده ومخرطهم بالمقص، تمام؟ يبقى انا خرطت الجناح ما نتفتوش، ليه؟ علشان الحمام ما يحزنش على ريشه ويعجز، وكمان الغذاء بتاعه يبدا يروح الاتجاه ان هو عايز يطلع الريش، لا انا اخلي الريش بتاعه زي ما هو جميل. لو انا محتاج ان انا اساعد في الانتاج والحمام بتاعي مش بيطلع البيض مخصب، هخرط الجناح، هخرط الجناح بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. خرطنا الجناح، بعد ما خلصناه ايه تاني؟ في حاجه تانية نتكلم عنها؟ اه في. بالنسبه يا جماعه طبعا لا حرج في العلم، بالنسبه دي فتحه المجمع، فتحه المجمع اللي من هنا دي، تمام؟ اللي بينزل منها البيض. فتحه المجمع دي يا جماعه احيانا حضرتك بتقول علشان البيض مش بينزل عندي مخصب ومش بيطلع مخصب، فبتعمل ازاي؟ فبتقوم ماسك الريش اللي حوالين فتحه المجمع، حوالين الشوكتين دول، وبتقوم تقعد تنتف الريش ده كله. طبعا ده غلط. ليه غلط؟ علشان حضرتك الريش اللي انت نتفته ده بيطلع تاني، فلما بيطلع تاني بيكون عامل زي الدبابيس او زي الابر، فبيخلي الذكر اعزكم الله لما بيطلع فوق النتاية علشان يخصبها، بيخلي الريش اللي لسه طالع سواء عند الذكر، ما انت نتفت عند الذكر ونتفت عند النتاية، فبيطلع الريش تاني عامل زي الابر، فبيطلع الريش عند الذكر وعند النتاية عامل زي الابر بيشوك، فبيخلي الذكر لما بيطلع فوق النتاية بيخلي اعزكم الله بيشوك الذكر وبيشوك النتايه، فينزل الذكر بسرعه وما يلحقش يخصب النتايه، تمام؟ يبقى احنا هنعمل ايه في الريش ده؟ هنقصه بالمقص، هنقصه بالمقص بالطريقه دي.
أو ده الكلام ده في حالة مش في كل الحمام، الكلام ده في حالة لو الجزء ده مش بيطلع البيض عندي مخصب. هقوم جاي حوالين فتحة المجمع كده اهو بالطريقة دي ومقصص بالمقص كده طبعا من غير معور الحمام، تمام، بالراحة كده كده اهو. طبعا بعد ما بقص هنقصه ونرجع لكم نوريهم لكم على الطبيعة ونوريكم الحمام على الطبيعة بعد ما تقص. اهو يا جماعة ورجعنا لكم تاني اهو بعد ما عملنا بالمقص، علشان طبعا كان هيسبب وبرة في المكان وهيضايقنا اهو. وبكده نكون عرفناكم اهو بالطريقة دي اهو، اصبح فتحة المجمع واضحة وظاهرة للذكر لما يطلع يخصب فوق النتاية عزكم الله يعني. فكده الريش الكتير اللي هو كان بيضايق وبيعوق في عملية التخصيب احنا قصيناه بالمقص. وليه ما قصيناه بالمقص وليه ما نتفناهوش؟ علشان قلنا لما بننتفه بيحصل ان بيطلع من جديد عند الذكر وعند النتاية، بيكون عامل زي الدبابيس وزي الإبر، فبيشوك الذكر عزكم الله وبيشوك النتاية فبيخليه ينزل بسرعة من فوق النتاية ما يخصبهاش، تمام؟ يبقى كده احنا قلنا الجناح وخرطناه، وقلنا فتحة المجمع ونظفناها بالمقص قصناها، تمام؟ الحاجة اللي هنتكلم فيها النهاردة يا جماعة التانية التالتة رقم تلاتة، قلنا الجناح رقم واحد خرطناه، رقم اتنين فتحة المجمع نظفناها بالمقص علشان تساعد الذكر والنتاية في التخصيب، دي كلها أسباب، كلها أسباب مساعدة. طيب لو الحمام عندي مش بيخصب وشغال من غير ما أقص جناح ومن غير ما أقص هنا ومن غير ما أعمل حاجة، ما تجيش جنبه، طالما هو شغال كويس جدا وبيخصب ما تجيش جنبه، تمام؟ طيب الحاجة التالتة اللي بعد كده الأظافر بتاعة الحمام، أظافر الحمام. أحيانا مش في كل الحمام، ناخد بالنا ونركز كويس جدا علشان الناس ما تفهمش كلامي غلط. الأظافر بتاعة الحمام، الأظافر اللي هي ديت، الأظافر دي، تمام؟ الأظافر دي أحيانا بتكون عند بعض الحمام، يعني أنت ما تقصش الأظافر عند الحمام كله، لأ، الحمام اللي هو أظافر بتاعته طويلة جدا زيادة عن اللزوم وممكن تشوك عزكم الله النتاية وهو الذكر بيخصبها، فبالتالي النتاية تجري أو ما تقعدش للذكر علشان خاطر الذكر عزكم الله بيشوكها عنده، مش أظافر ده عنده خناجر، تمام؟ فبالتالي هتجيب الذكر أو هتجيب الحمام اللي هو ريشه، تمام؟ هتجيب الحمام اللي هو أظافره عزكم الله، هتجيب الأظافر دي وتقصها. لكن هنقصها إزاي؟ هنقول يا جماعة وبالله التوفيق، في يا جماعة في آخر الظفر في آخر الأظافر في جزء بيكون دم، يعني أنا أجيب كشاف الموبايل وأحطه من وراء الأظافر، هلاقي جزء فيه دم وفي حتة صغيرة جدا 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 بيضة ما فيهاش دم، هي الحتة البيضة الصغيرة دي هي اللي هتتقص اللي ما فيهاش دم، تمام؟ يبقى أنا ما أجيش عشان ما حدش يضر حمامه ويقول أبو عمر قال، لا، الجزء اللي فيه دم هنعمل بالموبايل كده وهننور، هنعرف المكان اللي فيه دم فين، هيبان معانا، هنسيب المكان اللي فيه دم ونبدأ نقص الحتة الصغيرة جدا اللي على الحرف اللي ممكن تشك الذكر أو تشك النتاية لما النتاية والذكر يطلعوا فوق بعض ويخصبوا، تمام؟ طيب ما لا حياء في العلم يا جماعة، احنا بنقول كلام مهم جدا. يبقى احنا قلنا خرط الجناح، قلنا نتف فتحة المجمع بلاش نقصها بالمقص أحسن، وكمان قلنا الأظافر هنقص الجزء الأبيض اللي مفهوش دم اللي مش وصله دم، تمام؟ رقم أربعة بقى معانا يا جماعة الشراب اللي بيكون في الرجل، الشراب اللي بيكون في الرجل، تمام؟ الشراب ده يا جماعة اهو طبعا الحمام ده حافي ما فيهوش شراب، الشراب بيكون في الرجل او الريش اللي بيكون في الرجل ده او الشروال ده بيكون طويل جدا في بعض الحمام، فبالتالي بيعوق الحمام ما بيخلوش يطلع يعرف يخصب كويس جدا. فبالتالي احنا بنجيب الخناجر اللي على جنب من الريش، طبعا ما عنديش حمام ما عنديش كله للاسف يقصه، يا اما ما عنديش حمام الشراب اللي في رجله طويل، تمام؟ فبنجيب المقص وبنقص الريش اللي حوالين الشراب، طبعا ما بنقصش الريش كله اللي في الشراب، عينيك بتوريك، بنقص الريش اللي هو الطويل الزيادة حوالين القدم، الريش اللي هو في الايه في الرجل الشراب الشروال، بنسيب يعني حاجة بسيطة جدا ونقوم قصين ونخليه يعرف ان هو ما يعوقوش على عملية التخصيب. طيب اتكلمنا عن اربع حاجات، خرط الجناح، قص الريش اللي حوالين فتحة المجمع، الأظافر، قص الأظافر اللي هي ما فيهاش دم، وكمان قلنا الريش أو الشروال أو الشراب اللي هو موجود فين؟ موجود في الرجل الحمام. طيب حمام هزاز زي كده، الحمام الهزاز زي كده ممكن
الريش او الطارة بتاعته، ريش الجناح او الطارة بتاعته ممكن تعوقه، ممكن تعوقه في عملية التخصيب، فبالتالي ممكن يحصل اعاقة. تمام؟ لكن لو الحمام بتاعك ما بيحصلش اعاقة وبشغال كويس جدا مفيش اي مشكلة، سيبه زي ما هو، سيبه زي ما هو. لكن لو بيحصل عملية صعوبة في البيض ما بيتخصبش وكده، هتجيب اخر رشتين من هنا واخر رشتين من هنا وتقصهم بالمقص، هتقصهم بالمقص، فبالتالي هيعرف يطلع الدكر فوق النتاية ويخصبها بطريقة سهلة وسلسة جدا. دي حاجات كنا بسيطة كنا بنتكلم عنها النهاردة يا جماعة. تمام؟ بسم الله. نشوف الحمام الهزاز معانا اهو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني طبعا الحمام ده انتوا عارفين طبعا من عند الشيخ احمد ابو هاجر، ربنا يبارك فيه ويحفظه، من الناس المحترمه جدا، ربنا يجازيه كل خير. طيب، وبهنا يا جماعه نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونتمنى الخير للجميع وبنحمل الخير للجميع، وبنتمنى نكون مع بعضنا يد واحده في الفتره القادمه، علشان ان شاء الله مش هنثبت ال 50,000 وبس، لا ده احنا ان شاء الله هنكمل ال 100,000 وهناخد الدرع، وان شاء الله مكملين ومستمرين بكل قوه. والجديد شديد عند اخونا ابو عمر، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، ولا تنسوا الدعاء لابي، لان انا والله مش بنزل فيديوهات كتير بسبب ان انا مشغول مع والدي جدا. اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. طبعا يعني حالته طبعا حرجه جدا، وربنا يشفيه ويعفيه. نتمنى منكم ان انتم لا تنسوا من الدعاء، وان يشفي كل مرضى المسلمين اجمعين. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.